بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما هو الذي أخذناه في آخر يوم؟ نعم، أخذنا المفعول المطلق، وهو من جملة الأسماء المنصوبة. ما هو المفعول المطلق؟ هو الاسم الفضلة. نعم، هو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو لنوعه أو لعدده المنصوب. المؤكد لعامله أو المبين، أو عدده. طيب، لماذا سمي مطلقا؟ لماذا سمي هذا المفعول مطلقا؟ ها؟ لأنه لم يقيد بأداة كما قيد غيره. نعم. قولهم المصدر المراد به الصريح، فلا يقع المفعول المطلق مؤولا بالصريح، وخرج به، خرج بالمصدر الحال في قولنا ولا مدبرا، فإنه مؤكد لعامله، مؤكد لعامله، ومع هذا ليس بمفعول مطلق، ليس بمفعول مطلق. لماذا؟ لأنه ليس بمصدر بل اسم فاعل، فهو منصوب على الحال. قولهم الفضلة، الفضلة أي أن المفعول المطلق لا يكون إلا ماذا؟ فضلة. خرج به العمدة، خرج به ماذا؟ العمدة. مثل الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره، فلا يقال جد جده على أن جده ماذا؟ مفعول مطلق. فاعل جد جده، وضربك ضرب شديد، وضربك ضربتان، هذه عمدة، هذه الأسماء ما لها؟ عمدة. طيب، وإن حصل ماذا يا إخواني؟ تأكيد أو بيان، فهي عمدة، والمفعول المطلق لابد أن يكون ماذا؟ فضلة. وقولهم المؤكد لعامل إلى آخره، نستفيد من هذا أن المفعول المطلق على ثلاثة أقسام: مؤكد لعامله، ومبين لنوعه، ومبين لعدده. المؤكد لعامله ما تعريفه؟ إيش تعريفه؟ هو الذي يدل على ما يدل عليه عامله بدون زيادة، بدون زيادة. ومتى يؤكد عامله؟ إذا كان العامل مصدرا، إذا كان العامل مصدرا مثله. فإن كان غير مصدر، فإن كان غير مصدر فيؤكد مصدر عامله. مصدر ماذا يا إخواني؟ عامله. مثلا إذا كان العامل فعلا أو اسم فاعل أو اسم مفعول، طيب فيؤكد ماذا؟ مصدر العامل، يؤكد مصدر العامل، لا العامل نفسه. مثال يا أخانا المؤكد. عند الأخ، أنت عندك شيء؟ نعم، عند صاحبك. قد يؤخذ الجار بجرم الجاري. نعم، نريد المؤكد لعامله.
قلنا متى يؤكد عامله؟ إذا كان مصدرا مثله. أعطينا مثالا، أعطينا مصدرا مفعولا مطلق والعامل فيه مصدر، كيف نعمل؟ نأتي بمصدر في الكلام ثم ننصب به المفعول المطلق. هات طيب عندك يا أخي حسن مثل، وين المصدر؟ أين المصدر؟ نريد مصدرا يعمل في المفعول المطلق، مصدر يعمل في المصدر حتى يكون المفعول المطلق مؤكدا للمصدر. نعم ها. ضربك، ضربك زيدا ايش؟ ضرب شديد. هذا ما هو مفعول مطلق اصلا. ضربك مبتدا وضرب شديد خبر، ما هو فضله. نعم اعجبني نصفك زيدا نصحا. احسنت، قال الاخ اعجبني نصفك زيدا نصحا. احسنت ما شاء الله. غيره، غيره. إيه نعم، فإن جزاءكم جهنم جزاء موفورا. فإن جزاءكم، ما يعرف جزاءكم؟ اسم إن، وجزاءنا الثانية مفعول مطلق، إيش العامل فيه؟ جزاء الأول. أحسن. نعم يا أخي، إيش عندك أنت أفضح؟ ها؟ نعم زيدا، ايه ضربا شديدا مثلا. طيب قال الاخ يعجبني ضربك زيدا ضربا شديدا. الكاف فاعل وزيدا مفعول به وضربا مفعول مطلق، العامل فيه المصدر، واضح؟ وليس من الضروري أن يكون المصدر الأول مرفوعا، قد يكون منصوبا. مثلا تقول أحببت ضربك زيدا ضربا، طيب عجبت من ضربك زيدا ضربا، وهكذا وهكذا. فإن كان العامل غير مصدر فماذا؟ فيؤكد عامل المصدر، فيؤكد ماذا يا إخواني؟ مصدر العامل، عفوا، هكذا يؤكد مصدر العامل. مثال يا أخي محمد. طيب هات، قمت قياما، ما يعرف قياما؟ مؤكد ليش؟ أي مصدر؟ ما عندنا مصدر، عندنا قمت قياما. هل قياما مصدر مؤكد مفعول مطلق مؤكد؟ عند صاحبك، جارك الأخ محمد، اسمك محمد أحمد، عندك مؤكد ليش؟ ايه يعني لمصدر العامل المفهوم منه. احسنت، وهو القيام، لان قمت حدث. الفعل في اللغه ما هو؟ الحدث. فعند ان تقول قمت، ايش معنى قمت؟ احدثت قياما. الفعل يدل على المصدر. طيب مثال آخر يا أخي عبد العزيز. ها، نريد غير الفعل، نريد مثلا اسم فاعل. ها، وين اسم الفاعل؟
نريد اسم فاعل في الظاهر أنه عمل في المفعول المطلق، والمفعول المطلق يكون مؤكدا لمصدر هذا العامل مثل الفعل. كيف سنقول؟ إذا طلب من الشخص شيء إيش يعمل؟ إذا طلب من الشخص شيء ماذا يعمل؟ أولا يأتي باسم الفاعل في الجملة، ثم ينصب به المفعول المطلق مثلا. أي نعم، مثلا. ونحن نقول المفعول المطلق الآن العامل فيه ماذا؟ مصدر العامل هذا. نعم، كيف نقول؟ مثلا نقول أنا واقف، أنا واقف إيش؟ وقوفا، هكذا. أنا ضارب ضربا. طيب، الصافات صفا، والزاجرات فالزاجرات زجرا، التاليات ذكرا، إلى آخره. طيب، أي لكن دخله في جملة، الضارب ضربا ما له، ها؟ ضربا مبرحا ما له، أي ما ثمت الفائدة. الضارب ضربا مبرحا جيد. طيب، الآن اشتنا كلام، لكن قل مثلا أنا أو أنت، أنت ضارب زيدا ضربا، فضربا مؤكد إيش؟ ما هو لضارب، لأنه ليس مصدر، ولكن لمصدر ضارب وهو ضرب. طيب، واسم المفعول مثل زيد مقتول قتلا، أو مضروب ضربا، والطعام مأكول أكلا. المهم، الخلاصة من هذا الكلام كله، نريد أن نعرف أن المصدر المؤكد إنما يؤكد مصدرا مثله، فإن كان ملفوظا فهو يؤكد المصدر الموجود، وإن كان العامل غير مصدر فيؤكد مصدر العامل المفهوم منه، من هذا العامل. واضح؟ بارك الله فيكم. هو قسم، أقسم، نعم، فيها فائدة، والجواب سيأتي، والجواب سيأتي. الأخ يقول والصافات صفا، هل هذا حصلت فيه فائدة؟ جواب نعم، لأن والصافات الواو حرف قسم، والصافات مقسم. وأين الجواب؟ سيأتي. إن إلهكم لواحد. طيب، المبين لعامله ما تعريفه؟ نعم، هو الذي يدل على هيئة صدور الفعل، يدل على هيئة صدور الفعل، ففيه زيادة على الحدث، هكذا، فيه زيادة على الحدث، فهو يدل على الحدث ونوع هذا الحدث. طيب، وبيان النوع يكون بماذا؟ يكون بماذا؟ إما بالإضافة، وإما بالوصف، وإما بأل العهدية، وإما بغير ذلك، ذكروا كثير. طيب، والمبين لعدد عامله تعريفه هو الذي نعم يدل على مرات صدور الفعل، فهو يدل على الحدث وزيادة، وهي مرات صدور الفعل، عدد مرات صدور الفعل. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا إخواني هذه الفائدة لم نفصل فيها
في شرح ماذا؟ الأجرومية تحفة الأصابية. لماذا؟ أنها تعتبر كبيرة. طيب، قلنا مؤكد لعامله، وأتينا ماذا؟ بأمثلة للفعل، بأمثلة ماذا؟ للفعل. الغرض التسهيل والتقريب. قال رحمه الله: وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم، وإن وافق معنى فعله فهو معنوي. نحو: جلست قعودا وقمت وقوفا. والمصدر هو اسم الحدث الصادر من الفاعل، وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. نحو: ضرب يضرب ضربا. قوله: وهو قسمان إلى آخره، أي أن المصدر إن وافق لفظه لفظ فعله في الحروف سمي لفظيا، إن وافقه في الحروف سمي ماذا؟ سمي لفظيا. نحو: ضربت ضربا. فإن حروف المصدر هي بعينها حروف الفعل، واضح؟ وإذا وافقه في الحروف فهو موافق له أيضا في المعنى، إذا اتحدت الحروف فيكون أيضا موافقا له في المعنى، لفظي ومعنوي يكون. طيب، الحروف واحدة والمعنى ماذا؟ واحد. وإن وافق معناه دون لفظه بأن اختلفت حروفهما سمي معنويا، كمثالي المصنف: فإن الجلوس والقعود بمعنى واحد، وكذا القيام والوقوف كما هو المشهور بهذا القيد. كما هو المشهور؟ المشهور أن الجلوس والقعود بمعنى واحد، والقيام والوقوف بمعنى واحد، هذا هو المشهور. وبعضهم فرق بينهما كما أفاده الفاكهي وغيره. فرق بين ماذا وماذا؟ بين الجلوس والقعود وبين القيام والوقوف. يقول: هما ليس بمعنى واحد، ليس بمعنى واحد، ولكن بينهما تغاير واختلاف. نقرأ كلام الفاكهي للفائدة. قال الفاكهي رحمه الله في الفواكه: فواكه إيش؟ الفواكه الجنية. فواكه ماذا؟ الجنية، على متممة الأجرومية، وهو شرح لطيف وطيب ومفيد. وصفه بعضهم، وصف بعضهم هذا الشرط فقال: أجاد وأفاد في هذا الشرح. وفعلا هو شرح مفيد، قد قدمنا هذه الفائدة في أول الكتاب في ذكر شراح المتممة، منهم الفاكهي وهو أول من شرح فيما نعلم، ومنهم الأهدل وكتابه أوسع، كتابه أوسع وفيه شيء من الصعوبة والغموض، فيه شيء من الصعوبة والغموض وبعض الفوائد التي لا تكاد تفهم. شرح الأهدل، حتى إني قلت لشيخنا الواجعي رحمه الله، قلت له أريد أن أشرح المتممة، قال لي: أمر طيب، فإن في الكواكب أشياء لا نعرفها ولا نفهمها. رحمه الله. وبحمد الله هذا الكتاب، كتاب الدرة البهية، جاء وسطا بين الشرحين من فضل الله، جاء وسطا بين الشرحين، لأن كتاب الفاكهي يعتبر مختصرا، ولأجل اختصاره ألف الأهدل كتابه، لأنه ما وفى بالمقصود، لم يشرح الأبيات
وعبارة مختصرة وهكذا الآيات. طيب، فهذا الذي جعل الأهدل ماذا؟ يؤلف كتاب الكواكب بسبب القصور والنقص الحاصل ماذا؟ في الفواكه. قال في الفواكه في صفحة 63: ونظر بعضهم في كون الجلوس والقعود بمعنى واحد. إيش معنى النظر؟ يعني اعترض، يقول هذا ما هو صحيح. نظر بمعنى اعترض. قال لثبوت الفرق بينهما في المعنى، يقول كونهما بمعنى واحد فيه نظر، فيه نظر ليس بصحيح. قال ألا ترى أنه يقال للزمن مقعد ولا يقال إنه مجلس؟ من هو الزمن؟ أي نعم، الزمن الذي لا يستطيع، أي نعم، عنده مرض أو عاهة تجعله مقعدا لا يستطيع أن يقوم ولا أن يتحرك بطلاقة وهكذا. هل عنده مرض؟ عنده مرض أقعده. قال ألا ترى أنه يقال للزمن مقعد ولا يقال إنه مجلس؟ قال الإمام الراغب رحمه الله: القعود إنما يقابل به القيام، والجلوس إنما يقابل به الاتكاء، فيقال للقائم اقعد وللنائم اجلس، فقد بان تباينهما وافتراقهما. انتهى. يقال للقائم ماذا يا اخواني؟ اقعد. القائم يقال له اقعد، والنائم او المضطجع يقال له اجلس. طيب، وفي حديث ابي بكر: وكان متكئا فجلس. هذا يؤيد هذا الله. كان متكئا ماذا؟ فجلس. الاتكاء يكون ايش؟ اما استناد الظهر الى شيء، او الميل باحد الجانبين، قال له ايضا اتكاء. طيب، على كل، اذا كان بينهما فرق، فعندنا كلمات المعنى ماذا يا اخواني؟ المعنى متحد. مثلا أهنته احتقارا، أهنته احتقارا، الإهانة والاحتقار بمعنى ماذا؟ واحد، هذا معنوي هكذا. وأحببته مقة، المقة هي المحبة، المقة أحببته مقة. إيش معنى المقة؟ المحبة، هذا أيضا معنوي. طيب، وبعضهم قال ضربته لكما، ضربته ماذا؟ لكما، هذا أيضا من المعنوي. قال على كل ماذا يا إخواني؟ بعضهم لم يفرق بين المصدر اللفظي والمصدر ماذا؟ المعنوي. قال الكل ماذا؟ مصدر لفظي كما سيأتي معنا في التنبيه. قال تنبيه: هذا التقسيم إنما يتمشى على ما ذهب إليه المازني القائل إن المصدر في مثالي المصنف منصوب بالفعل المذكور، وأما على ما ذهب إليه غيره وهو سيبويه والجمهور من أنه منصوب بفعل مقدر من لفظه، فيكون المصدر لفظيا دائما، والتقدير جلست وقعدت قعودا، وقمت ووقفت وقوفا. نحن عكسنا، يعني المازني ذهب إلى هذا، وهو تقسيم المصدر إلى ماذا؟ إلى لفظي ومعنوي. طيب، ومذهب سيبويه والجمهور أنه لفظي دائما إن كان من لفظه
فبها ونعمت، وإلا فيقدر فعل من ماذا؟ من لفظه. مثلا جلست قعودا، هذا لفظي ولا معنوي؟ عند الجمهور السيبوي لفظي. كيف لفظي وعامله؟ يقول ماذا يا إخواني؟ مقدر، هكذا عامله مقدر. خاصة، خاصة ماذا يا إخواني؟ على ما تقدم معنا من أنه يؤكد عامله إذا كان ماذا؟ مصدرا، وإلا أكد ماذا؟ مصدر عامله. أنا نقدر له عامل يكون مؤكدا له، فيكون العامل فيه هو ماذا؟ هو المصدر المحذوف. على كل أذكر أن الكفراوي في شرح الأجرومية نقل هذا الكلام وقال الأسهل معنى كلامه ما ذهب إليه المازني، وتقدير مصدر محذوف فيه ماذا؟ فيه تكلف الكلام بالمعنى، ما نحب أن يراجعه عند هذه الفقرة. وقوله اسم الحدث إلى آخره، زاد بعضهم بعد قوله اسم الحدث الجاري على الفعل أي المشتمل على جميع حروفه، زاد بعضهم هذه الزيادة، يعني تعريف المصدر هو اسم الحدث الجاري على الفعل، اسم الحدث الجاري ماذا؟ الجاري على الفعل. طيب الصادر ماذا؟ من الفاعل، وسيأتي معنا لماذا هذه الزيادة. فقوله اسم الحدث، المراد بالحدث المعنى القائم بغيره كالضرب ونحوه. وقول بعضهم الجاري على الفعل مخرج لاسم المصدر، فإنه وإن دل على الحدث لكنه لا يجري على الفعل لخلوه عن بعض حروف الفعل كالعطاء مثلا، من قولك أعطيت عطاء، فإنه نقص منه الهمزة في الفعل، الهمزة التي في الفعل، والمصدر الإعطاء، تقول أعطيت إعطاء، فعطاء ما هو؟ اسم مصدر وليس بمصدر. لماذا؟ لأنه لم يجري على حركات الفعل، على إيش؟ على حروف الفعل. إذا كانت حروف المصدر هي بعينها حروف الفعل فهو مصدر، وإن نقص منه حرف أو حرفان فهو اسم مصدر. طيب مثل اغتسلت غسلا، اغتسلت غسلا، غسلا ما هو؟ اسم مصدر، والمصدر اغتسالا، وتوضأت وضوءا اسم مصدر، والمصدر توضؤا، وهكذا. والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا اسم مصدر، والمصدر إنباتا. طيب وعلى هذا فهذه الزيادة مهمة، اسم الحدث الجاري على الفعل، الجاري ماذا؟ على الفعل، بمعنى أن تكون حروف المصدر هي ماذا؟ هي حروف الفعل بدون نقص. وقوله الصادر من الفاعل أي أو القائم به، فالأول وهو الأكثر نحو قمت قياما، والثاني نحو مرض مرضا ونحو ذلك. هذا الحدث إما أن يكون صادرا من فاعله، وهذا هو الأكثر، قمت أكلت شربت ذهبت. طيب أو يكون الحدث قائما به، مثل مرض مرضا، مات موتا، فالمرض والموت قائما ماذا؟ نعم قائما به، قائما به أو قائما به. وقوله في وقوله وتقريبه أي تقريب حد المصدر إلى فهم المبتدئ. وقوله تصريف الفعل
أي تغييره من صيغة إلى صيغة أخرى، كما إذا قيل لك صرف ضرب فإنك تقول ضرب يضرب ضربا، فقد تغير من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع إلى صيغة المصدر، فالثالث من هذا التصريف هو المصدر. واضح يا إخواني؟ هو الذي يجي ثالثا في تصريف الفعل. إيش معنى تصريف الفعل؟ تحويله من صيغة إلى صيغة، كأن يتحول من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع إلى صيغة المصدر. تنبيه: ما ذكره المصنف من تقديم الماضي وتأخير المضارع والتثليث بالمصدر إنما هو بحسب ما جرى في العرف، بحسب ما جرى في العرف أي عرف النحويين، وإلا فقد يجيء المصدر أولا، كما إذا نطقت أولا بالمصدر ثم بالماضي وهكذا، لك أن تقول ضربا ضرب يضرب، هذا يصلح، ليس من الضروري أن يكون ثالثا. قال: وقد يجيء ثانيا، كما إذا نطقت أولا بالماضي ثم بالمصدر وهكذا، وقد يجيء رابعا كما إذا نطقت أولا بالماضي ثم بالمضارع ثم بالأمر ثم بالمصدر وهكذا. واضح؟ وعلى هذا فقولهم الثالث في تصريف الفعل هذا على حسب ما جرى في العرف، وإلا ليس بلازم، ليس بلازم. مثلا ضرب يضرب يضرب ضربا، هل ضربا مصدر؟ ضربا هل هو مصدر؟ كيف مصدره جاء الرابع؟ ها؟ أي نعم، هذا الترتيب ليس بلازم. فقولهم الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل إنما هو على حسب ما جرى في العرف، على حسب ما جرى في العرف أنهم يذكرون المصدر ثالثا، يقولون ضرب يضرب ضربا أكل يأكل أكلا إلى آخره. واضح؟ وليس بلازم، لأن الغرض هو إذا كان في باب التصريف الغرض أن تصرف، بمعنى تحول من صيغة إلى صيغة، سواء جعلت المصدر أولا أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا أو خامسا أو سادسا. طيب، في عندنا خامسا وسادسا، أي نعم، تذكر اسم الفاعل تذكر اسم المفعول. طيب، لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: وقد تنصب أشياء، وقد تنصب أي أنت أيها المتكلم، وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، نحو كل وبعض مضافين للمصدر، نحو فلا تميلوا كل الميل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وكالعدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة، فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز، وكأسماء الآلات نحو ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة. قوله وإن لم تكن مصدرا أي وإنما نصبت على المفعولية المطلقة مع أنها غير مصدر للدلالة عليه، هي تدل على المصدر. وقوله على سبيل النيابة، هذه الأسماء نصبت على أنها مفعول مطلق على سبيل ماذا؟ النيابة، نائب عن مفعول مطلق. وقوله على سبيل النيابة إلى آخره، أوصل بعضهم ما ينوب عن المصدر إلى 21، واقتصر المصنف منها على 3 أشياء. ما هي الأشياء التي تنوب عن المصدر منتصبة على المفعولية المطلقة؟ كثير كثير، أوصلها بعضهم إلى كم؟ إلى 21 شيئا. طيب، ذكر المصنف من هذه 21 أشياء 3. الأول: كل وبعض، حال كونهما مضافين للمصدر، كمثالي المصنف،
فكل الميل مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف، والأصل فلا تميل ميلا كل الميل، وهو مضاف، والميل مضاف إليه، وبعض الأقاويل مثله. والأصل ولو تقول علينا أقاويل بعض الأقاويل، واضح؟ كيف عمل؟ حذف المصدر وقام مقامه ماذا؟ ضعف. قام مقامه في الانتصاب ماذا؟ على المفعولية المطلقة. كيف نعرف بعض الآن؟ مفعول مطلق على سبيل النيابة، على سبيل، ولا نقول إنه مصدر لأنها ليست مصادر. كل ليس ماذا؟ ليس مصدرا، وبعض ليس مصدرا، وهما منصوبان في هذين المثالين على المفعولية المطلقة على سبيل ماذا؟ على سبيل النيابة. واضح؟ قال: تنبيه، لا تختص النيابة في مثل هذا بكلمتي كل وبعض. في مثل هذا الإشارة إلى أين؟ إلى كل وبعض المتقدمتين. لا تختص النيابة في مثل هذا بكلمتي كل وبعض، بل بكل ما دل على كلية أو جزئية، نحو ضربته جميع الضرب، جميع مثل كلمة كل، وعامة الضرب، ونصف الضرب، ويسير الضرب، ونحو ذلك. طيب، نصف ويسير دل على جزئية، فهما بمنزلة بعض. إذن لا تختص هذه النيابة بكلمتي كل وبعض، بل بكل ما دل على كلية أو جزئية، وإن كان بغير اللفظ كل أو بعض. مثلا عندنا هنا قال: وفي التنزيل ولا تضروه شيئا. نعم، ولا تضروه شيئا، أي بنوع من أنواع الضرر. انتهى. ما يعرف شيئا؟ مفعول مطلق. مفعول ماذا؟ مطلق، وهو ماذا؟ جزئية. لا تضروه شيئا، أي بأي نوع من أنواع الضرر. الثاني العدد. الثاني من ماذا يا إخواني؟ مما ينوب عن المصدر إذا حدث. ينوب عنه في إيش؟ في الانتصاب على المفعولية المطلقة. الثاني العدد، كمثال المصنف: فثمانين مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف، والأصل فاجلدوهم جلدا ثمانين. لماذا نقول الأصل هكذا؟ حتى نبين أن المصدر حذف وقام مقامه العدد في إيش؟ في الانتصاب على المفعولية المطلقة. قال: والثالث اسم الآلة بشرط أن تكون معهودة للفعل بهذا القيد. اسم الآلة بشرط أن تكون معهودة للفعل، يعني استعمل في العادة، استعمل في العادة للضرب. طيب، كالصوت والعصا والمقرعة، نحو ضربته صوتا. فصوتا مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف، والأصل ضربته ضربا بصوت، فحذف الجار والمصدر. حذف الجار، أي جار؟ حرف الجر. وحذف المصدر، وأقيم ما بعده مقامة، وأقيم ما بعده مقامة، فانتصب انتصابه، انتصب انتصابه. إيش الذي حذف أولا؟ المصدر، ثم حرف الجر، ثم، فصار المثال ضربته صوتا، والأصل ضربته بصوت.
طيب طرفته ماذا؟ بصوت حذف المصدر وحذف حرف الجر فماذا يا إخواني؟ فانتصب المجرور الذي هو الصوت على ماذا؟ على المفعولية المطلقة. ومثله عصا أو مقرعة، يعني قل في عصا ومقرعة مثل ما قلته في صوت. أصله ضربته بعصا أو بمقرعة. حذف المصدر أي وحرف الجر، فقام المجرور مقام المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة. قال: فإن لم تكن الآلة معهودة للفعل لم تنب عن المصدر، فلا يقال ضربته خشبة أو عمودا. الخشبة تكون ماذا؟ كبيرة، فلا يضرب بمثلها في العادة، لا يضرب بمثلها ماذا؟ في العادة. وإذا كان الأمر كذلك فلا تنوب عن المصدر، لا يقال ضربته خشبة أو عمودا. هل يستطيع الشخص أن يضرب بخشبة؟ ها؟ يستطيع إذا كانت يعني تحمل، تكون ربع خشبة. طيب، لكن هذه الخشبة لا يضرب بها عادة هكذا. لو كانت الخشبة مثلا ليست بثقيلة وطولها متر مثلا، يستطيع الشخص أنه يحملها، ففي العادة أنه لا يضرب بمثلها. وإن كانت تحمل وقد يضرب ماذا؟ وقد يضرب بها هكذا. أحيانا وقت الضرب يأخذ الإنسان ماذا؟ ما وجد هكذا معيدة ور له العصا والصوت، هذا يكون في حال الاختيار، لكن أحيانا قد يضطر إلى أن يدافع عن نفسه ماذا؟ نعم بخشبة، يعني إذا استطاع أن يأخذها ويضرب بها فعل. بعض الناس هكذا أي شيء. أو ضربته قلما، نعم ضربته قلما، قلم لا يضرب بمثله. قال: فلا يقال ضربته خشبة أو عمودا. لماذا لا يقال هكذا؟ قال: لأنه لم يعهد الضرب بهما. إذن المصدر قد يحذف، المصدر المنتصب على المفعولية المطلقة قد يحذف فينوب عنه أشياء، وهذه الأشياء كثيرة، كنا وصلها بعضهم إلى 21 نائبا. طيب، وقد تنصب أشياء على المفعولية المطلقة وإن لم تكن ماذا؟ مصدرا. منها من يذكر لنا من هذه الأشياء التي لم تذكر؟ ها؟ لا، منها من الأشياء التي لم تذكر ننظر الإخوة هل عندهم ها؟ لا، هذه داخلة في كل سهل. ها؟ نعم، أريد أن أقول أن من جملة الأشياء اسم المصدر، اسم المصدر ما هو مصدر. طيب، مثلا: والله أنبتكم من الأرض نباتا. ما يعرف نباتا؟ مفعول مطلق منتصب على المفعول المطلقة. هل هو مصدر؟ لا، أصل الكلام أنبتكم إنباتا، حذف المصدر وقام اسم المصدر مقامة على سبيل ماذا؟ على سبيل النيابة، على سبيل النيابة. طيب، فالمصدر الذي تقدم معنا اسم الحدث الجاري على الفعل. أعطيت عطاء، ما يعرف عطاء؟ اسم مصدر منتصب على المفعولية المطلقة على سبيل النيابة، لأنه ليس بمصدر، ليس بمصدر. والمصدر
إعطاء وأنبت إنباتا وتوضأ توضعا واغتسل غسلا. هذه أسماء مصادر، والمصادر ماذا؟ محذوفة، نابت عنها ماذا؟ أسماء المصادر. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا وهذا. لكن لو قلت غسلا تصب على المفعولية المطلقة.